يطلع اقتحام على جهاز اقتحام. هلا بالمرحله الجاي علمكم شلون تركيب الاقتحام كمان امبارح اخذتوها، وشلون هلا انت كمان بعامل الزمني مع جهاز سترايكر وتركيب ان شاء الله. تمام؟ شباب في ثاني وما نزال الاستحاب على الصواب، هذا معناته انك عرضت حالك للخطر. عرفتوا علي شلون؟ العامل الزمني مهم بس الامن والسلامه لك هي الاهم. تمام؟ هلا حد واحد اثنين ثالث رح يبلش يكتب، مجرد ما خلص لي بس ببرك كامبر. نحن هون في مركز التدريب عم ندرب عناصر الدفاع المدني لاطفاء الحرائق والحد من الحرائق وحتى يقوموا بعملهم بشكل جيد. فنحن عم نعلمهم على لباس الاطفاء، على اجهزه الاقتحام، مخاطر الحرائق، مخاطر موقع الحريق، وحتى يقوموا بلباس بدله الاطفاء بشكل صحيح. فلباس الاطفاء اذا كان الواحد مثلا ما لبسه بشكل منتظم وبشكل سليم لحتى يحمي نفسه، فهو اكيد راح ياثر هذا الشيء عليه، هو راح الحريق يمتد عليه حتى يضره كشخص هو، وهو سلامته هي اهم من كل شيء. فمن لبسه اللباس بشكل صحيح وبشكل منتظم ويكون كلياته سليم اذا قام باطفاء حريق لحتى ما يقوم يتعرض لخطر او يتعرض لحرق او يتعرض لاذى، فهذا اللباس هو واقي له وهو كدرع من الحريق لهذا الشخص. فندربهم عليه وبلبسه يعني متعذب نحن شوي، ولكن ان شاء الله هذا يعني العمل هو بيقوم على خدمه المجتمع هون كامل وليس على خدمه شخصي. مجتمع يعني في حريق بيت، في حريق منزل، في حريق سياره، حافله، معامل، مصانع، محطات كهربائية، هالمخاطر هاي جميعا نحن بنحط من وعي العناصر هاي عليها لحتى يؤدوا عملهم بشكل منتظم وبشكل منسق وبيكون على اكمل وجه. والله يعني قدرنا على امنيتنا نحن دائما نقدم لهم الافضل ودائما نطور عملنا، هذا دائما يكون في الافضل من هذا العمل. في عندنا هاي العيارات تبع القاذف الفرنسي، طبعا شايف كلياتنا شايفينها. اذا شخص قوته البدنية ما كثير بالضبط راح اشتغل على 115. طبعا هون الضغط عندي تصاعدي 115، ممكن يشتغل على 130 اذا واثق من نفسي اذا لحالي. عكس بعضه. طيب هلا جرب العكس مثلا. لا لا هون مسكر، ركبت هيك فتل على اليمين ركب. هون انا صرت مستعد لعمليه الاطفاء. تمام شباب، هاي معداتنا، هاي حكينا عن الموزية، حكينا عن الخراطيم. طبعا شباب عندنا ثلاث انواع من الخراطيم، عندنا خرطوم 65 ملي، وعندنا خرطوم 85، وعندنا خرطوم 110. طبعا مثل ما انت شايف هلا عم نقوم بتعليم المتدربين على كيفيه فرد وضب خراطيم الاطفاء. مثل ما شفت بنعلم المتدرب عن طريقة اطفاء الحرائق المتوسطة والمتقدمة، يعني بالنسبة كيف راح يتكيف، كيف راح يتعامل المتدرب مع حريق متطور متقدم، كيفية تقربه من النار، كيفية اطفاء النار، كيفية تبريد النار، الى اخره من هاي المعلومات. وطبعا نحن هون كادر التدريب في مركز تدريب 023 عم نقوم بشيء يعني ضمن الامكانيات المتاحه من اجل تطوير كوادر عامله في الدفاع المدني، مشان يعني نكفي في مجال عمل المراكز، ننقل الخبرات اللي امتلكناها لهي الكوادر مشان تطور عملها. شباب بس تعال هيا، شو اللي شرك عنه؟ هذا عميل هو مدير
باخو فراغ بتفش وباخو فراغ بتفش وباخو فراغ. ها عرفت يا بكري؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مركز تدريب صفرين ثلاثي، مركز تدريب وتأهيل للدفاع المدني السوري لتأهيل كوادر جديدة في مجال البحث والإنقاذ وإطفاء الحرائق الكثيفة والكبيرة. هذه الدورة تعتمد على تعليم المتدربين والمتطوعين في مراكز الدفاع المدني على المعدات التي وصلت إلى مراكزهم فيما يخدم موضوع الإطفاء والبحث والإنقاذ. الدورة طبعا نحن الآن في أيامها الأخيرة، المتدربين هناك تقبل كبير منهم للمعلومات التي يتلقونها من المدربين، وفرت علينا جهد كبير عن الدورات التي كانت في الخارج. هناك كما نقول يعني سرعة تقبل من المتدربين للمتدربين، واختصرنا الوقت والجهد الكبير. الدورة بدأت في معدل 50%، نحن نحاول ترميم هذا النقص إن شاء الله لتصل إلى 100% من درجة التطور والاختبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء المتدربين، وهم من محافظتي حلب وأدلب، جاءوا إلى هذا المكان ليتدربوا ويتعلموا كل هذه المبادئ التي ذكرناها، والله موفق والله المستعان. عمير ورا بعضكم.